اهلا وسهلا بيكم جارديانز، انا علي السيد وجايب لكم معايا النهارده مفاجاه حلوه جدا. خلينا نشوف ايه المفاجاه دي مع بعض. ترى بلاي ستيشن 4 وايت اديشن طبعا تيجي مع ديستني. انا متحمس ان اشوف ايه اللي جواها. يلا خلينا نشوف اللي جواها مع بعض، يلا بينا. اكسايتمنت اكسايتمنت اكسايتمنت. طبعا تيجي في الكفر ده زي ما انتم شايفين بلاي ستيشن 4 طبعا مع ديستني. بن يلا نفتح الاسد الكبير ده. اوكي طبعا اول حاجه زي ما نشوف مع بعض تيجي مع كوبي بتاعت ديستني بي اس 4 طبعا الستاندرد اديشن. سو ذير يو جو. يلا خلينا نشوف. وايت كنترولر طبعا في كتير ناس هيقول لك البلاك كنترولر او الوايت كنترولر احلى. انا برايي هتبقى البلاك كنترولر احلى. الوايت اتس نوت باد بس مضايقاني شويه الازرار السود دول. يمكن لو كانوا خلوهم بيض او حطوهم كلر مثلا سيلفر او حاجه ممكن تبقى احلى. بس طبعا الذوق هي بالاخر ذوقك في الاخر. Whether you like the black or the white. عندنا هنا كتيبات بلاي ستيشن 4 طبعا. بعد كده وايرز وايرز وايرز. عندك يو اس بي كيبل باور تشارجر اتش دي ام اي وفي المونو مايكروفون هيدسيت. اوكي نيجي بقى للوحش الكبير دلوقتي. خلينا ننزل دي تحت. اوب اوكي بلاي ستيشن 4 وايت شكلها حلو قوي بصراحه. انا لو عليا اخد بلاي ستيشن 4 وايت مع الكنترولر بلاك احلى حاجه. بس زي ما انت شايف طبعا هتيجي زي الـ زي الـ زي البلاك اديشن بالظبط بس مع اليو اس بي بورتلز مع الاتش دي ام اي الايثرنت ايفريثينج ذا سيم بس ات كمز ان وايت. So قولوا لنا رايكم ايه بالظبط اذا انتم حابين السوداء او البيضة. قولوا لنا الكلام ده كله في التعليقات وقولوا لنا كمان اذا عندكم فعلا جبتوها اوريدي او لا. انا كنت علي السيد وان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. والمزيد عن ديستني انتم موجودين في مكان مناسب. IGN Middle East.